عينك شاطر شاطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يمسيكم بالخير. احكيها بلهجتنا الاردنيه. الحضور الكريم، اسعد الله جميع اوقاتكم. سلوا قلبي غداه سلا وتابا، لعل على الجمال له عتابا. ويسال في الحوادث ذي صواب، فهل ترك الجمال له عتابا؟ ابا الزهراء قد جاوزت قدري، بمدحك بيد ان لي انتسابا. صلوا على شفيع الامه. وكما جرت العاده نقدم شكرنا لذاكره الوطن، مكتبتنا الوطنية ممثلة بمديرها عطوفة الدكتور نضال العياص على أكرم صاحب الفضل في استضافتنا لهذه الليلة وكل ليلة. وقد عودنا أن يكون في هذه القاعة تحديدا وفي كل يوم حفل إشهار أو ندوة أدبية وشعرية، ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر جميع العاملين في هذا الصرح الشامخ. بداية نرحب أجمل ترحيب بمعالي الدكتور فايز السعودي وزير التربية والتعليم الأسبق، صاحب فكرة تحسين الوضع المادي والمعنوي للمعلمين. وكان تمنيت أن أتعرف على وزير التربية والتعليم في فترة دراسة الإعدادية والثانوية حتى أطلب منه أن يعلق الدراسة في مدرستي لسوء الأحوال الجوية، أسوة بكل المدارس القريبة من منطقتي. أما الآن فاسمحوا لي أن أدعوكم للذهاب إلى ديوان أروقة في ضيافة أم عمرو، وهي عنان الدجال، فهناك ينتظرنا من جنوب المملكة وتحديدا من الكرك الأستاذ الدكتور ماجد الجعافي. ومن مادبة وسط المملكة معنا الدكتور خلف الجيسي. ومن ليالي الشمال الحزينة كما قالت فيروز معنا من سهل حوران من إربد مدينة عرارة الدكتورة إيمان العمري، وهي تعتذر، هي في الطريق. فارسنا الأول قادم من جامعة اليرموك كلية الآداب قسم اللغة العربية، وهو حاصل على دكتوراه في الأدب العباسي وماجستير في الأدب الأموي. درس في جامعة اليرموك والجامعات التركية وفي الكليات التربوية العمانية وفي درس في جامعة اليرموك والجامعات التركية وفي الكليات التربوية العمانية وفي جامعة قطر. تسلم رئيسا لقسم اللغة العربية ونائبا لعميد كليات الآداب ومساعد عميد أيضا. له الطناس والتلاقي، الشعر الجاهلي، في شعرية الرجز بين القديم والجديد، قراءات في الشعر العباسي. وللصدق لو أقرأ لكم السي في الذي وصلني قبل من أمسية الليلة. تحيتي للدكتور ماجد الجعافة سوف أنقله على لسان الأديب إبراهيم نصر الله. وردي لكل صغير في أرض الكرك، للشيخ والأم اللي قالت يا ملك هذه الأرض أعطت ورح تعطي وجد تستقبلك، هذه فلسطينك إلك هي إلك، مثل الطفولة وصدر أمك والكرك هي إلك. أهلا وسهلا دكتور ماجد. ستصل بإذن الله فيما بعد. وسعيد جدا في هذه الأمسية الطيبة
التي نجتمع من خلالها لإشهار أو قراءة أو قراءة في أروقة أروقة في ضيافة أم عمرو. قرأت هذا الديوان من قبل وعلقت عليه تعليقا عن طريق السوشيال ميديا، وطبعا طلبت مني الشاعر أن أشترك وأشكرها على هذه الثقة في هذه الموسيقى، وحتى طبعا لا أطيل لأن هذا اليوم يوم عظيم ونحن سعداء أن قامت قطر بهذا العرس الكوني الذي نسأل الله أن يوفقهم فيه. فأتحدث بشكل سريع عن هذا الديوان وأبدأ من مقولة نقدية التي تعرف النص مفهوم النص. فالنص خطاب ذو معنى مثبت بالكتابة ويشكل بنية قابلة للفهم والتأويل على القارئ أن يتعرف عليها ويدرك معناها. وما يميز النص المكتوب هو أن القارئ يكون غائبا على الأقل أثناء كتابته، وبذلك يكون الاعتماد منصبا أثناء القراءة على الشفرة اللغوية وعلى فك رموزها بعيدا عن مؤلفها. المؤلف من مجرد ما يكتب النص انتهى، لا علاقة له بالنص، يصبح النص ملكا للجمهور والقراء. وتعني القراءة إدراك تفكير الغير وفهمه، وقيمة القراءة والتحليل لا تقل أهمية عن قيمة النص الإبداعي نفسه. لما للقراءة من وظيفة فعالة تتجلى في تعيين النص الأدبي وملء فراغاته وإبراز عناصره الجمالية، الأمر الذي يجعل عملية القراءة ذاتها موازية للنص الأدبي، مع فارق واحد وهو أن النص ثابت والقراءات متعددة تعتمد على مخزون القارئ المعرفي والثقافي والخبرات اللغوية، وبذلك تصبح القراءة في حد ذاتها ولادة جديدة وإنتاجا ثانيا للنص، كما يقول الناقد الفرنسي الكبير رولان بارت. وندخل الآن إلى الديوان. أول ما يتبادر للناقد هو العنوان، عنوان النص، سواء كان الديوان أو عناوين القصائد الموجودة في الديوان. الديوان العنوان نقرأه من خلال سيميائية العنوان، دلالة العنوان. شعرية العنوان مهمة ولا تقل أهمية عن شعرية النص، من حيث يقوم العنوان بدور فعال في تجسيد شعرية النص وتكثيفها أو الإحالة إليها. فالعنوان فضلا عن شعريته ربما شكل حالة جذب وإغراء للمتلقي للدخول في تجربة قراءة النص، أو حالة صد ونفور. فالعنوان قد يغوي القارئ ليأخذ بيده نحو النص، وقد يكشف عن بعض ما يشكل في النص الأدبي. يعني بمثابة أن نقول أن العنوان الجيد الشعري هو بمثابة الطعم للقارئ كي يغريه في أن يتجه إلى النص. العنوان أروقة في ضيافة أم عمرو، والكلمة الشعرية الرنانة هي كلمة أروقة، كلمة أروقة. ومعروف أن الرواق هو مقدم البيت، والرواق تطلق على البيت،
والرواق تطلق على مجموعة التلاميذ الذين يتلقون العلم في مكان ما. ولذلك في الأزهر الشريف رواق الشوام، رواق المغاربة وهكذا. فكأن أم عم أرادت لي ديوانها أن يتجزأ أو يتقسم على بيوت، بيوت البيت الأول، البيت الثاني، أو القسم الأول، القسم الثاني، وأعطتها في ضيافة أم عم. لاحظوا كلمة في ضيافة، فنحن كأننا في بيوت، وهذه البيوت مشرعة. من أين جاءت كلمة مشرعة؟ من كلمة الرواق، لأن الرواق هي كلمة عربية بدوية إن صح التعبير، وهي تقترن ببيت الشعر، وبيت الشعر معروف عند العربي أنه أيضا يقترن بالضيافة وبالكرم وبالكرم. فكأن أم عمرو تقول هذه البيوت مفتوحة، وهي بيوت كرم، وعليكم أن تلجوا إلى هذه البيوت لتجدوا ما بداخلها. وحقيقة حينما نقرأ في هذا الديوان نحس أن الشاعرة ترتبط ارتباطا قويا بتراثها العريق، فيكثر التناص في شعرها كثرة مفرطة. ونلاحظ أيضا انتماءها العربي والإسلامي، فكأنها تقول أو كأن العنوان يقول عليك أن تتقلب في جنبات هذا الديوان الذي جاء مثلا في الرواق الأول في مواعظ وابتهالات وأخلاقيات، وفي الرواق الثاني في الوطنيات، ففيه ذكرى تمجيد القائد، قائد الوطن واستقلال الوطن، ثم ترحم على شهداء الأمة، واهتمام كبير بفلسطين بمدنها وأقصاها، وفيه استنهاض للأمة. وتشعر وأنت تقرأ ديوانها أنك أمام إنسانة شاعرة تؤاخي بين أوطان الأمة وأمصارها. فمثلا تقول هنا الأردن يا شام، هنا فعل وإقدام، فعودي وردة الدنيا كما قد كنت يا شام. وعندها، وهذا ما تحسه من الديوان، قصائد كثيرة في هذه الغيرة على اللغة العربية، فتأسى لخذلان أهلها لها، فتقول هوية القوم في تدوين أحرفهم، فهي التي حوت التاريخ والأدب، وها هم قد أهملوا إتقانها وغدوا أضحوكة وغدا تعليمها خريبا. وتتنوع بقية الأروقة في الديوان بين الشكوى والطبيعة والرثاء والإخوانيات. وقد وقفت عند قصيدة للشاعرة بعنوان معركة الحب، معركة الحب. والحقيقة أن العنوان أيضا لافت، وعنوان أيضا فيه هذه الدهشة، فيه هذه الدهشة. ويتساءل المرء هل الحب معركة؟ معركة أنا؟ لكن بعد قليل سنتكشف ماذا تقصد بحب هذه الشعر. شوفوا ماذا تقول سريعا. هي لا تفارق يقظتي ورقادي، لتمور روحي في كهوف سهادي، وكأن نفسي ما ملكت أمامها، سلمت راياتي وضاع رشادي. أحيا بسجن والظلام يلفني، وتدك عظمي شدة الأصفاد، ما عاد للزاد الشهي مذاقه، وفقدت كل شهية للزاد عبثا،
عبثا أحاول أن أبارز طيفها كرا وفرضا باحتدام جهادي. خضت المعارك طائشا متهورا، جئت الحروب وما جمعت عتادي، وصمدت في لج الخطوب مكابرا، وأمام جيش الموريات العادي ليلوح في حد الحسام هيامها رغم الدماء وحاجة لضمادي. لما سقطت مطأطئا بهزيمتي خسرت الحرب، وصرخت من بعد السقوط أنادي، حكم الهوى بي جائر ومؤبد، والقلب أدمن قسوة الجلاد. تتميز هذه القصيدة بقوة البناء وقوة السرد، وقوة البناء ودقة التعبير وروعة التصوير في القصيدة يذكر في شعر الشاعر هذا بالشاعر العباسي الكبير مسلم بن الوليد صريع الغوامي شاعر البديع، لأن القصيدة تمتلئ بالمحسنات البديعية وتتخذ من التناص تقنية موفقة في التعبير عن آلامها وأحزانها، لأن التناص قدر كل شاعر لا يمكن أن يفلت منه. وعنان من البيت الأول تناصت مع شاعره، أنا لم أعرف هذا الشاعر، تقول: هي لا تفارق يقظتي ومنامي، ولكنني أعرف أن الشاعر هذا تناص مع شاعر قديم، شاعر كبير، هو الشاعر الأيوبي الذي ينتمي إلى العصر الأيوبي، بهاء الدين زهير. شوفوا بهاء الدين زهير ماذا يقول، يقول: أحن إليكم كل يوم وليلة، وأهلي بكم في يقظتي ومنامي، فلا تنكروا طيب النسيم إذا سرى إليكم فذاك الطيب فيه سلامي. هذا هو البهاء الزهير الذي أخذ منه الشاعر الذي وقفت عليه الشاعرة حينما قال: هي لا تفارق يقظتي ورقادي. أعتقد أن الشاعرة التفتت إلى هذا التناص من الكلمة الأولى هي لتومئ بأن المقصود من هذه القصيدة هو والدتها رحمها الله. حاولت الشاعرة أن تعبر عن شدة حبها لأمها من خلال معركة غير متكافئة خاضتها مع هذا الحب، من خلال سيل من الصور الشعرية المعبرة عن مكنونات نفسه وعن عاطفة متدفقة يدل عليها هذا الجنس الموسيقي وإيقاع الكلمات المصوتة في القصيدة، لأن صدق الأحاسيس وعمق التجربة وقياس التدفق العاطفي يقاس بمقياس التدفق الموسيقي، هكذا يقول النقد الحديث. وإذا كان بهاء الدين زهير حمل النسيم الساري سلامه لطيف المحبوبة، فعنان حاولت عبثا أن تطاول طيف والدتها ولكن دون جدوى، لأنه طيف ذو قامة سامقة شاهقة. والمعنى الجديد الذي أضافته الشاعرة هو أنها كانت تبحث عن ذلك الطيف وسط هذا القتال الضاري، وهو قتال استحضرت فيه سورة العاديات في قوله تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، لتدلل على شراسة المعركة وأنها صمدت في وجه الخطوب مكابرة، لتقول: وصمدت في لج الخطوب مكابرا وأمام جيش الموريات العادي. وكل هذا لترى طيف أمها في حد الحسام رغم الدماء والأشلاء. ولما رأته يلوح، رأت الطيف يلوح، سقطت معترفة بهزيمتها وسجلت صرختها بعد السقوط لتقول: إن حكم الهوى جائر والقلب أدمن قسوة هذا الحب. وما من شك
في أن هذه الصرخة بعد السقوط تدلل على أن الحياة مستمرة، وهي ذاتها الصرخة التي يطلقها المولود بعد سقوطه من رحم أمه إيذانا بدوامية الحياة. لقد نجحت الشاعرة إلى حد بعيد في اختيار ألفاظ معركة حبها من حبل دلالي واحد بدت فيه المشاكلة البلاغية واضحة من خلال اختيارها لكلمات المعركة، مثل قولها: سلمت راياتي الأصفار أبارز كرا وفرا، المعارك الحروب عتادي، الخطوب جيش، الموريات العادي، الحسام الدماء الضماد، الهزيمة السقوط الجلات إلى آخره. وهذا يعطي القصيدة تماسكا وانسجاما ووحدة موضوعية، بحيث تبدو وكأنها كائن حي لا يستغني فيه عضو عن عضو، إنها نسيج متآلف مترابط، بل بناء يشد بعضه بعضا. وهناك عند هذه الشاعرة كما قلت ولع بمجاراة الشعراء الكبار، فمما أدهشني في الديوان وقوفها عند الشاعر عند هذا الشاعر العربي الكبير اللي هو علي محمود طه في القصيدة التي كلنا وكلكم تعرفونها: أخي جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفداء، فراحت هي كأنها تقوم بعملية معارضة، وهي سمتها تشطير كل شطرة تأتي بشطرة مقابلة لها. فهذه قصيدة، هذه القصيدة رائعة، منسجما انسجاما داخليا من خلال بنية التوازن، قصيدة علي محمود طه التي تخلق الدلالة الشعرية وتكونها بأنواعها: التوازي الصوتي والتوازي الصرفي والتوازي الدلالي. قد نجحت الشاعرة في مقاربة أشرار القصيدة، وهي مقاربة تدلل على أن الشاعرة تكاد تقترب من معاني الشاعر العربي الكبير علي محمود طه، وتجاريه في هذه التوازيات التي سيطرت على قصيدته، بل وتشاركه في هذا النفس الوطني الأخار الذي ينفذ بكلمات القصيدة إلى الأعماق. وأنا متأكد لو أعادت القصيدة بنفسها هي متناصة مع قصيدة علي محمود طه لجاءت بنص جديد فيه إبداع وفيه روح النص المتناص. وتكثر في الديوان الشكوى والألم والتفجع والتوجع. هذه ملاحظة قوية في الديوان بشكل واضح. تقول: لو يعلم الناس ما أخفي من الألم ما صدقوا ما رأوا مني من الهمم. وتقول: أسلمت نفسي إلى سجانها فغدت رهن الكآبة ثم انهار تكويني، أعيش مر الشقاء في كل ثانية، أين الحبيب الذي بالبعد يكويني؟ وتلتقي شاعرتنا في هذه الشكوى وهذه الدموع وهذه المآسي مع الشعراء العذريين الذين تمتلئ أشعارهم بالشكوى والدموع والمآسي، ولهذا راحوا يفزعون إلى الطبيعة يحركونها ويزلزلونها لعلها تقف إلى جانبهم، فراحوا يؤنسنونها. فهذا مجنون بني عامر قيس بن الملوح الذي روى مرارا يلتقي مع ليلى حول جبل التوبات بأرض نجد، يغيب عنه وما أن أشرف عليه حتى أجهش بالبكاء، وراح الجبل يكبر الله لما رأى، يقول المجنون: وأجهشت للتوبات حين رأيته وكبر للرحمن حين رآني. الجبل نفسه راح يرحب به، فكأن العذريين راحوا يحركون الطبيعة كي تقف إلى جانبهم في هذه المآسي. وذو الرمة الشاعر الأموي العذري العظيم وصاحبته مي كانا
يلتقيان بأرض اسمها المعا، وجاءه خبر تزويجها وهو في هذا السهل ينتظرها في سهل المعا. فلاحظوا ماذا قال، هل هو بكى؟ هو لم يبكي، وإنما الذي بكى سهل المعا وحزنها. فيقول: ولما أتاني أن ميا تزوجت خسيسا بكى سهل المعا وحزنها. الأراضي كلها بكت، السهل والجمل، حينما جاءه أو زف إليه هذا الخبر. وهذه علام تؤنسل فلسطين، فتجعلها تنادي وتناشد الأمة من خلال منابرها ومعارجها وتفزع إلى صبرها، فتتلوى فلسطين من البكاء. بحت حناجرها، ملت منابرها، نادت معارجها، هابت ضواحيها، وناشدت مستبسلا أو قائدا أو ورعا، وصدرها من ثنى يبكي تلويها. وعنان شاعرة تتناقص مع شعر في شعرها مع كبار الشعراء، ففي ديوانها قصيدة رائعة تتناص فيها مع الشاعر الحمداني الكبير الأمير أبي فراس الحمداني في قصيدته الرائعة: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. وفيت، أبو فراس يقول وفيت، وفي بعض الوفاء مذلة لإنسانة في الحي شيمتها الغدر. تسائلني من أنت؟ وهي عليمة، هو أمير وهي بتسأل من أنت؟ تسائلني من أنت؟ وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. هو هذا القصيدة وهذا السبق العظيم وهذه العاطفة المتأججة. فالشاعر عاش مرارة الأسر، فجاءت تجربته الشعرية حدثا وجدانيا وعاطفيا ينبع من نفس صاحبه، تلك النفس الأبية التي لا تقبل الضيم ولا الغدر. فراحت الشاعرة تتقمص شخصية أبي فراس بعد أن مرت بتجربة مريرة فيها شكوى وفيها لوعة، فبدت شخصية لا تقر بالغدر، وشخصية تتحمل المسؤولية وتأبى الضيم، وأخفق الكثيرون في نيل حبها إلا أبو عمرو. وتتردد في شعرها نغمة الفخر الموجودة عند أبي فراس بتكرارها لضمير الأنا، أنا أنا، وكما رد فعلي تقول: وثمة إقرار بأنك غادر، وأنت الذي يا صاحي شيمتك الغدر، ولست التي تلقي الملام على الدنا، ولكن ألوم النفس مذلا الصبر. فهل من أنا تدري؟ بعض تساؤل أبو فراس نفسه، فهل من أنا تدري وتعلم كم صبا لنيل وصالي، رابط خامه الظفر. أنا في الورى، أنا في الورى بالحب أحظى، لأنه لدي جرى عذبا برشد النهى مهر. أنا نجمة العشاق وقت تشهد، وبدر مضيء حين ينتصف الشهر، ومثلي لن تلقى ولا مثل صورتي، وأدركت قدري عندما حصحص الأمر. ونختم هذه القراءة بأننا أمام شاعرة سيكون لها شأن عظيم ما دامت ترنو إلى كبار الشعراء لتكون في مصافه، ويكون الشعر رفيقها لا الألقى، والفرزدق قدوتها، ورثت عنه وعن أمها وجدها واحاك القوافي. تقول: عنان أنا واسمي هوته معارج، وشعري على شط الكواكب هائج. وتقول: لا أقرض الشعر للألقاب أرتقب، هو الرفيق إذا ما بنت يقترب. فيه التجارب أزجيها بلا خجل، فيه الكثير من الإيماء يحتجب.
يحتجب لست الفرزدق شعري مثله جدل لكن إلى قدر يقتعد من نسب فالفرزدق كما تعرفون من بني تميم وأم عنان نهى التميمي ولهذا تقول جدي وأمي على أمداء مكتبة جادا بعلم فطابت منهما الخطب إني الوريثة والميراث أوردني واحات قافية فيها الورى قرر والسلام عليكم ورحمة الله. طبعا كل الشكر اظن ان الدكتور خلف بقول في نفسه سوف اجازي بالجميله جميله. فارسنا الثاني لهذه الامسيه من مدينه رائد التراث والمسرح واللغه العربيه روكس بن زائد العزيزي. فيا ترى الدكتور خلف من اي مدينه؟ احسنت. حاصل على الدكتوراه في اللغه العربيه النحو والصرف من مؤلفاته ابو زكريا الانصاري وجهوده في النحو الارم بشرح شذور الذهب تحقيق ودراسه. رجاء الصوت الموجز في مستويات اللغه العربيه ذكريات من ماضينا. التجربه الحياتيه تدرج في الخدمه العسكريه حتى رتبه عقيد وكان رئيسا لشعبة في مديرية التجنيد والتعبئة العامة ورئيسا لمكتب خدمة العلم في الجامعة الأردنية. والمجال الثاني من الخدمة هو التربية والتعليم فقد عمل في التعليم العام من خلال تدريس اللغة العربية في عدة كليات وجامعات العسكرية منها والمدنية. ولو أردت أن أتحدث بشكل أوسع سوف أتفرد أمسية عن قامة أدبية سابقة. دعونا نرحب بالدكتور خلف القيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعذروني أيها الأخوة على ما بي من غياب الصوت، وكنت اعتزلت هذه المواقف منذ خمس سنوات بسبب عملية بل عمليات أربعة في هذا الحيز الضيق. الحمد لله، لكن وكنت أنوي الاعتذار لكني قبلت لسببين. السبب الأول تلبية دعوة الزميلة بالإضافة إلى أنها فرصة طيبة جميلة أن ألتقي بهؤلاء الكرام من الزملاء الذين أشرف بهم وسأعرفهم ولم أكن من قبل. كالعادة نبدأ بالسيد الدكتور نضال العياصر. نشرف اليوم إذ نحيي وأنت معنا إشارة كتاب زميلة محترمة عودتنا أن تشرف المحتفين والمحتفى بهم، وما ذاك إلا دليل لطفك وأدبك. مرحبا بك وأنت تقوم على رعاية هذا الصرح الشامخ الذي يحوي معارف الوطن وثقافته. وهنا كلام أكتفي بهذا لأني أشعر أن وقتي سيكون قليلا بعد أن شرفنا بسماع الزميل الدكتور
الآن ذات توجه ديني إسلامي متدينة غيور على الإسلام والمسلمين، وأولت هذا الجانب مزيدا من جهدها. أكتفي فقط بأمثلة بس كمواضيع. في هذا المجال قامت بما يلي: تبكيت منتقدي الحجاب وتقصير الثياب والعزوف عن الصلاة، استخدمت التعابير الإسلامية كالباقيات الصالحات وخلق الإنسان من تراب ومواضيع أخرى شبيهة فرض عليه، وصفت الهجرة النبوية وما اكتنفها من مكاين، وتشير إلى خوف أبي بكر من إلحاق الأعداء تبكيت الطاعنين في عفة السيدة عائشة رضي الله عنها، ولامت أصحاب الإفك ومث خوار، لامتهم إلى أن نزلت براءتها من السماء. الوقوف على قصص الأنبياء، استعرض عددا من الأنبياء والعقوبات، ووقفت بعد انقطاع، ذكرت مجموعة من هؤلاء والعقوبات الإلهية، ثم غابت قليلا وعادت منتطية جوادها إلى المتابعة في قصة سيدنا يوسف، وقد أطالت فيها موضوعات يعني الدعوة إلى إحياء اللغة، وهي من أشار إليه الزميل الفاضل. بها لغة العروبة قد تجلت بأبهى صورة شرفا تنال. تحدثت عن الاستقلال، يكفي هذا عن الموضوعات لأن تستغرق وقتا أكثر. معرفتي بالشاعرة أنها متعمقة في اللغة تعمقا رفيعا لا تكاد تنحل ولا تكاد تقع في خطر، وإذا اشتبهت فيه التبس عليها وجه الصواب، لجت إلى ولهجت مع أصحاب الاختصاص لترى الصواب، وأحيانا تناقش تسأل لماذا وقد لا تقتنع بالإجابة. من هذه الأمور النقدية اللي ما يدل على معرفتها بالقواعد مثلا أو بالنحو، كلمة صح، استخدمت كلمة صح وجاءت بها بالتنوين، تنوين الكسر صح بمعنى اسكت. نتحدث عن موضوع ما في العلامات، صح اسكت عن التي في العلامات، لكنها استخدمت صح بتنوين الكسر، وهذا دليل على انها تأمر المجادل ان يسكت عن البحث في اي موضوع كان. امتصوا نباهتها جعلتها تحذف الواو، لم يلحق الفعل الواو لأنه مضارع مجزوم بأداة، وكثير ممن يطلب إشارة كتبهم يدخلون العامي بالشام. إلى ما؟ ما الاستفهامية؟ إذا سبقت بحرف جر يجب أن تحذف الألف. إلى ما هي الأصل؟ إلى ما نقول إلى ما بفتح الميم وكسر إلى بفتح نعم بفتح الميم وحذف الألف إلى ما، وقد وردت عدة مرات. منها مثلا استشهد أول مرة علينا عما يتساءلون، لا نقول عما يتساءلون، وهي دقيقة جدا بهذه الأمور.
الوليد، نسينا الوليد وتذهل المرأة وتذهل المرضعة عما أرضعت. صورة من القرآن الكريم تصور يوم القيامة حين تذهل الأم عن المرضع عن وليدها. هناك تكثر وتهتم، وهذا ما يعطي للشعر طعم وميزة خاصة تكثر من المجاز والصور البيانية. قالت: فأشعل سرجا في القلب ناوية. لا تشعل سرج، لكن هذه صورة شبات النور العلم إذا دخل السطور كأنه نور يشعله فيضيء تقول: مصباحهم مطفئ والزيت قد ذهب. أيضا صورة بيانية بديعة. وتطفئ الشمس شعلة الإسلام كيما، هذا أيضا صورة ولا يراد النص بحد ذاته. لها القدرة على التقاط ألفاظ مستخدمة في القرآن وفصيحة. أمشاج، كلمة أمشاج قليل منا من يستخدمها، وقد لا يستخدمها أصلا. أمشاج نعم، وهي واردة من القرآن، وهي تتكئ على القرآن. يمور، لفظة يمور أيضا تستخدمها، وهي أيضا لفظة واردة في القرآن الكريم. أنا مضطر أقفز عن صفحات لأن يظهر الكلام طويل. استعمال مفردات الحقيقة، الحقيقة أنا لم أعرفها طبعا، ليس علما فيها ولكن جهلا بي. تقول: البسا ثوبا كاشفا وشمرا من عند زارا زاهيا لورودي. أنا لا أعرف من زارا خممت يعني خممت بعدين من بيشكا فستانيني، فإذا به كشف ذراعي وما أطل بجيبي. أيضا بيشكا تعرف أهلا وسهلا. لقد فهمت عجزت عن فهمه. من المفردات التي استخدمها وهي فصيحة ونادرة الاستعمال كلمة حصحصة، أيضا من القرآن الكريم. مفعم بمعنى مليء بالشيء. الطلح والكواعب، الطلح اللي هو الموز، والكواعب اللي هي الفتيات. اختيار العناوين لا بد أن أعود إلى أن أحسنت تذوقت. طبعا هي خالة عزمي سبيل الله، يعني انتدبت لي لأكون لي الشرف مع هؤلاء الشعر، لكن لم يقع الكتاب بيدي أي من عناوين إلا مساء البارحة حكيت معها، وبعدين قالت الكتاب غير متوفر وحولت لي إياه على الكمبيوتر، وأنا أجهل من كل الناس باستخدامه، أجهل استخدامه، ووجدت معاناة شديدة. كنت لولا حرصي على هذه المشاهد وهؤلاء الزملاء لكنت على أبواب أن أعتذر، سيما أنها غرر بها ذات يوم ذكرت في القصيدة أو في التعليق على القصيدة. تقول: دكتور خلف كان رئيس لجنة العضوية ونسيت أنني أيضا رئيس لجنة اللغة العربية في الاتحاد، لكن بعض من ولي المنال الكرسي غرر بها وابتعدت عني دون قصد، لكن إرضاء للمسؤول. في
الداخلية للاتحاد. هي أمور ما لهاش علاقة. هناك الحفلة هناك ملاحظات في معظم قصائدها ظاهرة تسمى التصريع. التصريع فيه شيء، وهو أن يكون الشطر الأول والشطر الثاني ينتهيان بحرف روحاني واحد. ينتهي الشطر الأول والشطر الثاني بحرف واحد، خاصة في مطلع القصيدة. نذكر أمثلة ولا أم نكتفي؟ نذكر أمثلة عليها؟ وتشرف اخيرا بان اكون رئيس مجلس اداره
من جمعية حوار الأطفال السويس مع المدينة الوطنية. أهلا وسهلا فيك الأخ نجم. أعرف على شاعرتنا عنان. عنان ولدت في سوريا وانتقلت مع أسرتها بعدين إلى السعودية ودرست مدرسة المدرسة وأنهت دراستها الجامعية في جامعة الملك سعود بالرياض. تخصصها يعني قد يكون مستغرب، هي ليست متخصصة باللغة العربية، متخصصة في علم البصريات. ثم عادت إلى الأردن مع أسرتها واشتغلت في علم البصريات، ثم التقينا وتزوجنا وبعد ذلك تركت العمل وتفرغت للأسرة. وفي بداية حياتها الزوجية معها لما كنا مع بعض تفرغت للرسم وكانت ترسم لوحات وبيتنا فيه كثير من اللوحات الجميلة. بعد ذلك انتقلت مرحلة الرسم إلى مرحلة حفظ القرآن وأخذت إجازة عندما كنا نعيش في مصر، أخذت إجازة في القرآن الكريم على مستوى جمهورية مصر العربية، ثم عدنا إلى الأردن وبعد ذلك انتقلت إلى مرحلة الحديث وأخذت إجازة في علم الحديث. بعد ذلك كان ابني عمرو يعمل في مشروع يسمى بيرسونال بروجكت بالمرحلة الغيبية، فكان المشروع هو أن قام برفقة والدته بجمع قصائد جدته وترتيبها ونشر ديوان لجدته الله يرحمها، ديوان روائع النور. بعد ذلك انطلقت لأدري كيف جاءها الإلهام وبدأت تنظم الشعر. ومن هنا انطلقت، فكان ديوانها الأول هو جوكة أوراق المنون، وكانت لكنها كانت مترددة في طباعة الديوان ونشره، ولكني أصريت على ذلك وأخذت الديوان وذهبت به إلى العم العزيز الدكتور محمد عطيات. وقام الدكتور محمد مشكورا بمراجعة الديوان، ولكن كانت في البدايات وأعطانا توجيهات كانت قيمة. وانطلق الديوان الأول جوكة أوراق المنون، ثم بدأت بعد ذلك بالتوسع ودراسة علم العروض، وانطلقت إلى الديوان الثاني هو مملكة الحياة. واليوم نحتفل سويا بإطلاق وإشهار ديوانها الثالث هو أروقة في ضيافة معه. ولقد تناقشنا كثيرا بالمناسبة، في اسم الديوان، وتناقشنا كثيرا وتستشيرني في بعض القصائد وبعض الحوارات الجميلة التي نتناقش فيها. وأقول للدكتور ماجد، نفتخر بالأردن أن أروقة بيوتنا في الأردن تقطر دفنا في أثناء الشتاء، وهذا يدل على كرمنا بالأردن، وهي تراثنا. قد يكون بعض الأجيال الجديدة لا يفهم الكلمة هذه، ولكن سأوضح لكم. رواق البيت هو الجزء المقدم من البيت، وكان عندما يتم دعوة الضيوف لأكل الوليمة وعادة تكون منسف، ما كانش فيه هيجين وما كانش فيه غسول أيام زمان، فكان يمسك الضيف بس يخلص يمسح إيده برواق البيت. طبعا مرحلة الصيف تكون موجود مش مشكلة، لكن بس أول شتوى يبلش يفطر المي مع الدهن، فهذا دليل على 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 الكرم على رواق البيت تعقيبا عليه. وأقول بالنسبة للديوان، يا أم عمرو جزاك الله مخكرة على ما لقد نرمت وأجدت وأبدعت باعتراف لجني هذا اليوم. وأقول أيضا جزاك الله خيرا، جزاك الله مغفرة على أن جمعتنا اليوم، كنت سبب في أن نجتمع اليوم في هذا المكان الجميل. ولقد تحدثت مع الدكتور نضال، وأنا فخور جدا أن نجد مكان بالأردن بهذا الجمال وهذا الترتيب وهذا الدعم للناس الكتاب والأدباء الأردنيين. ونحن قد نكون أكرمنا الله بأن نزل القرآن الكريم باللغة العربية، وقال لنا نزلنا ذكره وأننا له لحافظون، فهذه اللغة باقية إلى يوم الساعة. ولكن للأسف بدأت الهجرة من اللغة العربية إلى بعض المصطلحات، ولا أقول لغات أخرى لأنه لا أحد يجي للغة العربية، يعني اللغات الأخرى يستخدموا بعض المصطلحات التي يقولون أنها غير موجودة، ولكن الشاعر قال أنا البحر في أحشائه در كامل، فأسأل البحر عن فوائد الغواص عن صدفاته، لكن لا نهجر اللغة العربية. ولكن هذه الإبداعات الشعرية والنثرية والأدبية هي التي تساهم
في الحفاظ على لغتنا وفي تأريخ الفترة التي نعيشها. لقد كان الشعر على مدار الفترات الماضية كلها هو يؤرخ للفترة التي يعيش فيها، وكما قال الشاعر، كما قال الدكتور مجد قبل قليل، بعض الروايات ارتبطت في حدث معين حدث في ذلك المكان فأرخ لذلك الزمان. ولكن للأسف، ولو رجعنا إذا سمح لي الدكتور ماجد أن أدخل على تخصصك شوية، الفيلسوف الفرنسي ديكارت قال أن أصل المعرفة هي، فكان في خلاف هل أصل المعرفة هي الذاكرة أم العقل، ولكن قال العقل، وانطلقت منها طه حسين في مسألة أصل الشعر الجاهلي. هل الشعر الجاهلي في زمن الشعر الجاهلي أم الشعر الجاهلي كان في الزمن الأموي، وأخذوا بعض المصطلحات التي كان فيها الشعر الجاهلي، لأنه كان راوي الحديث يلقى حبة أكثر عند السلطان من الشاعر نفسه، لأنه كان يفتخر بأصله. فنحن بحاجة إلى أن نحافظ على اللغة تبعتنا، وأن نحافظ على ثقافة المنطقة هي الثقافة العربية الإسلامية. والثقافة العربية الإسلامية التي من رواجها كما قال أخي مراد قبل قليل روكس بن زايد الحزيشي، هي الثقافة العربية ليس دين، أنا أتكلم عن الثقافة العربية الإسلامية، هي ثقافة المنطقة التي من رواجها مسلمون ومسيحيون. فهي ثقافة المنطقة التي نحافظ عليها. وإذا ذكرنا بعض الأمثلة عن المنطقة والثقافة وثقافتنا، فعندما قال حافظ إبراهيم بيض الحمائم يحسبهن إني أردد سجعهن، تخيل كيف كرم الممرضات والناس كبار السن يذكرون أن كانت منها التمريض مستحشم وفيها عجوز لأنها غير مقبول اجتماعيا، فكيف كرم الممرضات وقال عنهم ملائكة الرحمة، وكيف أرخ مصطفى بالتل عندما قال إن الزمان ولا أقول زماني بين الطوابع والرسوم الرومانية، فهو يتحدث عن البيروقراطية ويتحدث عن كيف ممكن غير البيروقراطية. فهذه الأمثلة التي ضربتها هي تؤرخ للمرحلة التي كنا فيها، وإن شاء الله بفضل دولتنا وبفضل المكتبة الوطنية والاتحادات المختلفة والكتاب والشعراء والندوات من هذا المثال أن نحافظ عليها. كيف استطاع بعض الكتاب، وأذكر هنا المرحوم تيسير سبول عندما كتب عن أنت منذ اليوم القصيدة بس أنت منذ اليوم، لا أعتقد لحد الآن جاء أي كاتب أردني يجارب المرحوم تيسير في كتابة أنت منذ اليوم، وبالعكس هنالك جائزة للقصة الأردنية اسمها جائزة تيسير سبول. فها الأمثلة التي ضربتها هي كيف نحافظ على لغتنا وكيف نؤرخ لتاريخنا وهويتنا. أتقدم بالشكر الجزيل للمجلس الكريم مع الدكتور فايز ولطفة الدكتور نضال ولكل الحضور على التي أكرمتمونا بمجيئكم اليوم، وشكرا جزيلا لكم، ومرة أخرى أعتذر إذا كنت قد لحنت باللغة العربية لترجمة. شكرا لكم. شكرا للشاعر مصطفى شاعر. رح ناخذ ثلاث قصائد لمعمر، بعدين رح الدكتورة اللي وصلت متأخر بسبب مواصلات رح تلقي جلال الوارفة بكلام جميل جدا. تفضلي. عائلة الشاعر أسامة أبو رعد موجودين؟ تفضلي أستاذ عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أشكر لكم على الاستضافة وعلى رأسي بطوفة الدكتور نضال العياصرة، كما أرحب معي الدكتور فايز السعودي راعي الحفل، وأرحب جميع الحضور فردا فردا. أرحب الدكتور عودة الصوالقة رئيس بلدية الطفيل الأسبق، أرحب بالدكتور صالح الجعافرة رئيس منتدى البيت العربي، رحب بالدكتور عبد العزيز مشاح، رحب بالمهندس محمود تجاني والدي، رحب بزوجة الدكتور مهند نازل المشاح، وبجارتي العزيزة وأختي ربا شعبان، وعمتي، أحب عمتي وجدان تجاني بنت عمتي، ورحب بكم جميعا. وأقول سلام للأحبتي في رواقي وبين قصائدي ورؤى التلاقي، لكم من الزنابق والأقاحي وباقة النرجس لكم رفاقي. طبعا أنا إكراما لعائلة الشاعر الأستاذ المرحوم أسامة أبو رعد سأبدأ بقصيدة في رثاء
الشاعر أسامة متعرفنا عليه بأحد المنتديات. منتدى روائع الأدب الشاعر نبيل الحمود، منتدى هو لبناني لا يمكن أن أشارك فيه. فهو كان يعني شخص محبوب من الجميع، يوميا يبعث لنا صباحات وفجعنا يعني كان قبل يعني قبل يومين يعني يراسلنا ثم وفاته المنيه من كورونا. فنقول مني القصيد اليوم بالخطب الجلل، فأسامة عن كل قافية رحل، سحقا سحقا لداء قد تمادى بغيه، تبا له جلب المنية والأجل، ما خلده يقسو بلا رحمة على من كان ينثر بيننا عتق الأمل، وعلى الذي ينبوعه لا ينتهي وعطاؤه ملأ البسيطة وانهمل، ويصوغ من عذب الكلام حديثه ويسربل الأشعار من أبهى الحلل، ولقد أسرنا حين ينظم دره يثري السجال وإن نأى تدوي الجمل، وكأنما خلق القريض لأجله، وكأنه موسوعة بحر الحمل، لكنه هجر المعاني والمنى والحزن يغزو بعده منا المقل، وبدون توديع يفاجئ صحبه ليغادر الدنيا وحلما ما اكتمل. النص الثاني نتكلم عن طبعا وطني، عن عمان، عن الأردن، بعنوان هدية عيار بمناسبة عيد الاستقلال ولو انه بعيد يعني. أقول صحت عمان يوقظها عليل نسيم بثه الفجر الجميل، محاسنها تعانقها جبال، روى أسحابها الزمن الطويل، ويحكي قصة الأجداد أمس يهادنها أو السيف الصقيل، ففي الأردن تأسرك الحكايا إذا ما سرت يرعاك الجليل شمالا حيث يرموك استعادة كرامات ويطربك الصهيل، ومؤتة في الجنوب تفوح عزا وفي الأغوار أمجاد تصول، على أرض البسالة ما سماض فزوروا جل أضرحة وجولوا، هنا الشعب المحرر والنشامى له في كل مفخرة أصول، عزيمتنا كرعد والتفاني كغيث صبه جزلا بطول، وباستقلال موطننا نباهي ففي أيار قد شفي الغليل، لترفع هامة الأحرار طرة مدى التاريخ يحدوها الصليل، بغير إرادة كنا وحلم ويظلمنا ويسرقنا الدخيل، فحيوا ما الدماء روت تراها بلادي ما لها أبدا بخيل. النص الثالث والأخير بدي الوقت طبعا ما لا ننسى فلسطين، والدكتور طبق على كلمة أمشاج، فهي أحلام منسية. عن النص أقول ذو الكرامة أمشاج بتكويني يرجو الشهادة كالطفل الفلسطيني، خلف الهزيمة واذ خبأت ناصيتي حزي تنامى وطال القحط تشريني، كفي عليها حملت العز في كفن إما البلوغ وإما ثوب تكفيني، صلب الإرادة عزمي ثائر عطش 50 عاما من الأحزان تكفيني، من لأمة وضعت والهجر جار بها ليغرق القدس في أطماع صهيوني، كم انتظرت جيوش العرب تنافسها ما هب ليث وظل الصمت يحدوني، إذ
يشبعون شعارات منمقة أن الجهاد لآت أجل الحين، أن سنرفع في أحيائنا علما عند انتصار جنود الحق والدين، لكن تبين أن الجبن ديدنهم، زاد العدو اشتراء بعد تمكيني، وأطبق القهر ومد الذل كلكله حتى تظلت من الحمى شراييني، وأجج الظلم أحشائي وأوردتي، والصبر ولى ووارى أمسه دوني. سيدي حازم كل الشكر استاذي عنان. فارستنا الأخيرة هي ابنة الشاعر والكاتب والشيخ المعروف صالح العمري، صاحب ديواني رحلة، ومن كان اسمه صالح انبسط الباشمهندس صالح جعفر، ومن كان اسمه صالح في سنة حران لا ينجب إلا شاعرا وأديبا، فكما وهبنا صالح التل عرار فإن صالح العمري أعطانا إيمان. إيمان الصالح تحمل عدة تخصصات أكاديمية، لغة عربية، أدب ونقد، علوم سياسية، دراسات عليا، دراسات إسلامية. من مؤلفاتها سوف أوجزها في جمل مفيدة وعليكم استنباط العناوين. طبعا في الدراسات الإسلامية من توضع بالندى سوف يجد أدب صوفي، وسوف تلاحظ ذلك في سجدتي. وفي النصوص الأدبية والقصائد عندما تبكي السماء سوف تجد أرواحا عابرة، ولكن هذه الروح العابرة سوف تبقى مقيمة في قلوبنا، وهي تقدم إضاءة جمالية، ولن أقول عابرة ولكن أقول خالدة. أهلا وسهلا. شكرا أستاذ إمام سارة على هذا التقديم. كنت أتمنى أن أصل يعني لأستمع إلى دكتوري ماجد جعافر، دكتوري الفاضل في مرحلة البكالوريوس، صاحب الفضل الكبير علينا، وكنت أود أن أستمع للجميع، ولكن حقيقة أنا لا أعرف، قرأت أنها الساعة السادسة ولله أمر في ذلك. أنا أمة في الحب أحمل وردة، والأرض أصغر من عيون رجال، أرعى الغمام وفي السماء تصبني، يا أرض ربي إنما أكنائي، وتحج روحي كل يوم مرة، ويسير صبحي صوب حلم مسائي، نحن الأولى إما نشاء فإننا زاه على العلياء والجوزاء. أروقة في ضيافتي أم عم، جماليات، ولأنني أحب أن أنظر دائما إلى الجمال أعجبتني هذه القراءة. وهل هناك ضيافة أجمل من أن تكون نزيل لغة وأبجدية يستضيفك فيه ديوان العرق، الذي لا خلاف عليه في شكله العمودي الأصيل الواضح الهوية محدد التجنيس، والذي تلتزم فيه الشاعر من أول ديوانها إلى آخره بوحدة عمل شعري متكامل، فيه شاعرة مطبوعة أجازت الصنعة تماما ليولد لنا نص متكامل، فيه الدفقة الشعرية الدسمة المتعددة الأغراض والأدوات الكاملة حتى تصفيق الخليل، بمضمون يتناغم مع اللفظ والمعنى والدفقة والمبنى، وما بين أخذ ورد وياسمين وورد، قبلت هذه الشاعرة سطرها وعانقت أبجديتها في محراب أنثى تتهجد
عند بدء حكاياتها تزين محرابها ومعبدها وتمنح لشعرها هيئة تتنفس من خلالها لتفيض على ضيافتنا اليوم حبرها، فهي تعرف أن النزلاء مسكونون بالعطش وأن لجة المعنى تحتاج شاعرة متمكنة تمهر لهذا العرس المهيب. الجد شاعر والأم شاعرة والحفيدة تقول: سلوا جدي لمن كتب القصيدة، سلوه عن المحبة للحفيدة، سلوه عن التي يهوى وكانت نهار قدومها للكون عيدا. ما بين مدح وحكمة وعثاء ومناجاة ومصير وصبر واجتهاد ومديح نبوي وجنة ونار وعظة وشك ويقين وتعيخ واستنهاض نسافر في أروقة أمام. سلام يا حبيب وفيك أذرى جهنا والكتاب يقول اقرا. فما هذا الولاة رجال عدل وما هذا الضمير يخاف وزرا. ولن الإيثار يغفل في حمانا ولا الأخلاق تضبطنا فنضطرا. يا غافلا في التيه يحدوك الشقاء، أوقد عزمت على المكوث بلا جلاء وشغلت بالزيف المؤقت لاهيا ولعنت بالرزق الكريم وبالرجاء بالرجاء، أعرضت عن رب الهداية عاصيا ونسيت تشكر خالقا فتقسما. الواقع الوجداني واسع وطويل وفيه تجوال حقيقي يعني يأخذك إلى السماء السابعة. الواقع الوطني تقول فيه: صحت عمان يوقظها عليل، نسيم بثه الفجر الجميل، محاسنها تعانقها جبال، هوى إسهابها الزمن الطويل، ويحكي قصة الأمجاد أمس يهادنها أو السيف الصقيل. ففي الأردن تأسرك الحكاية إذا ما صرت يرهاك الجيل. طبعا هناك أمثلة كثيرة في هذا الرواق، ولكن لا أريد أن أطيل عليكم. أعجبتني قصيدة فيها تشطير أو لفتتني ما بين الشاعر والشاعر علي محمود طه، قصيدته المشهورة: أخي جاوز الظالمون المدى وبين ذوينا الذي أيدا. طبعا التشطير ما بينها وبين الشطر. نعم. فجدت حسامك من غنده فبئس حسام على الصدى. نعم تماس، ونقول تسليم. طبعا أكيد أستاذي. نحن أبناء الشعور نتصرف ونتكيف ونوهر شعورنا هنا المخزون العظيم الذي منح إياه من نفخنا من روحه. إننا نتمركز أحيانا في النصوص أو خلفها. ذاكرة الشاعر لا تحسن ابتلاء الذاكرة، إنما يفيض شوق روحها فتحتس النور للكون بكله. طبعا تقدم لكم الشاعر يوم هذه الجماليات بعد أن نزفتها نزفا، ولكن المتلقي يتناول القصيدة كقارورة عطر مع فنجان قهوة صباحية. والشاعر له الخلود والمتلقي له الأجر إن شاء الله،
والسلام عليكم. ختامها مزك تدلى الليل كما العناقيد ونوصت بعض الشرفات الوعر وبعض النوافذ في المساء لا تطل على احد. وحده قلبي ما سار حاضرا معكم شاكرا لكم حضوركم. اشكر اصحاب المعالي والعطوفه والقامات الادبيه التي تركت اثر فراشه على هذا الحضور الكريم. اسعدكم الله، حفظكم الله. اما انا فالهج بالدعاء وقل ربي زدني علما. دمتم بحب الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا الديوان سعر الديوان 5 دنانير لمن يود ان يقتنيه، وتفضلوا على الضيافه بعد التقاط صوره تذكاريه مع معالي ¡Gracias!